ورجعنا لكم مرة تانية، وصلنا معاكم دلوقتي لفقرة ضربة حرة. معانا دلوقتي ومنورنا في الاستوديو عيلة لذيذة جدا ليهم جمهور كبير على السوشيال ميديا، بيحبوا يشاركونا كل تفاصيل حياتهم. يمكن الفترة اللي فاتت كانوا من أكتر صانعي المحتوى اللي الناس بتحبهم وبتتابعهم، فتعالوا نرحب بألذ واحدة ممكن تشوفوها، الجميلة كنزي مدبولي وخطيبها فراس مهيب. أهلا بيكم. إيه الأخبار؟ عاملين إيه؟ منورنا. بنورك والله العظيم. يعني خفة الدم اللي إحنا بنشوفها على طول دي مش طبيعية، يعني بتدوا تفاؤل. لسه النهاردة كنا بنتكلم في الحلقة عن الناس اللي بتدي تفاؤل والناس اللي بتخلي الدنيا لذيذة كده. لا وأنتوا شبه بعض بقى، موضوع إن أنتوا شبه بعض ده بالنسبة لي مش طبيعي. يعني لو بحتة. حتى ما قالش كده بستغرب. مش العكس. ايوه انا اول مره شفتها قلت لها هو ده اخوكي؟ يعني انا عارفه ان انت خطيبها، بس انا قلت الهند برضه. لا في ناس اصلا بيتلخبطوا، يعني اختي التوأم مش شبهي زي كنزي. ما شاء الله. انتوا تعرفوا بعض بقالكوا كام سنه؟ 7 سنين. ما شاء الله. هو العمر على فكره، السنين ما بين زيك انت وفهمي برضه طبقتوا على بعض في الشكل. شبه فهمي منين؟ فهمي ملون، انا شبهه ازاي؟ لا نفس الملامح والله. قولوا لنا بس كده في الاول، بتحتفلوا ازاي بقى براس السنه؟ فراس بينام، فراس ما عندوش اي احتفالات بقى. الناس دي عامله زينا كلها. انا الصراحه في الحاجات دي اللي هو ايه، يعني عادي بقى خلاص. لكن انا بحب احتفل دايما مع عيلتي، بنات خالتي بقى بجمعهم كده عشان دي حاجه عندنا واحنا صغيرين. ما هي كده. لكن فراس ما فيش. اجي اقول لكم صوت معايا وبتاع الساعه 12 ما الاقيهوش اصلا. خلاص انا باكل رز بلبن. فعيد ميلادي بيكلمني قبل الساعه 10 يقول لي عشان الساعه 12 مش هصحى لك، فخلاص تعودت. هو انت برج ايه؟ سرطان. سرطان. اوكي. طيب كنزي، عايزين بقى نبتدي من السوشيال ميديا. السوشيال ميديا غيرت في حياتك حاجات كتير قوي. انا عايزاكي تقولي لنا بداتي ازاي على السوشيال ميديا والحاجات اللي غيرتها فيكي من ساعه ما بداتي. بدات من 2020، من ايام اخرها يعني خالص، كنت على قد كده من ايام الكوارنتين. اول ما اتخرجت كنت زهقانه فحاولت اعمل كام فيديو كده، وبعدين الموضوع نجح فكنت بعمل فيديوهات تركي. يعني تريقه شويه على مسلسلات التركي. أوكي. الموضوع حبوه شويه، بعدين قمت بدات اعمل حاجات مالهاش علاقه بقى شويه بالتركي، حبوها برده، فقلت خلاص بقى. خلاص بقى، انتوا بتحبوني. انتوا بتحبوني شطناكوا كده عشقني اكمل. بس كملي. حلو القبول، يعني القبول ابتدي. وده غير ايه بقى؟ يعني الحاجه كل حاجه بقيت واثقه من نفسي اكتر بكتير، بقيت يعني طلع من عندي تالنتس انا ما كنتش عارف ان هي موجوده، لان انا ما كنتش واثقه في نفسي ان هي موجوده. يعني ما كنتش عارف ان انا ممكن اكتب، ما كنتش عارف ان انا ممكن امنتج بقى بالطريقه دي. وثقت في نفسي. يعني في الاول كده كنت قلقانه شويه، مع ان انا كنت في اعلام وبتعلم الحاجات دي، وكان عندي بربع جنيه خلفيه 4 سنين، مش عارفه امنتج. اتعلمت المنتجه في اسبوع عشان بس اعمل فيديوهاتي على على السوشيال ميديا، فغيرت فيها حاجات كتير قوي. حلو قوي. حلو، لذيذ قوي. بالظبط. طب انا عايزه اعرف انتوا اتعرفتوا على بعض ازاي؟ ماشي، ده انا غير طريقه الاجابه. طيب رد انت بقى المره، كل مره انا برد. بعت لي مسج على الانستغرام كده اهو. قبل ايه الجراءه دي؟ الجراءه دي يا استاذ فراس. كان عندي 3000 فولور عادي. وبعدين بعت لك مسج. هي بعت لك مسج فيها ايه؟ قال لي انا كنت بغني، فقال لي صوتك حلو قوي بس محتاجه تسجلي مش عارفه مع ميوزك. فانا رديت عليه عشان كان شكله حلو عادي. قلت له ثانك يو، وبعدين قلت هتجاهله بقى خلاص. يعني خلاص رديته خلاص، يعني مش بعت لي على الفيسبوك بقى، ما خدتش بالي ان هو نفس الشخص. رديت برده. اوكي. انت بتغني اصلا؟ كنت بقى بستعبط ساعتها، بغني شويه كده. ما احنا قلنا داخله نخش منها يعني. والله العظيم لما بنقص العربيه لوحدنا بيقول لي لا ما كنتش داخله، كان صوتك حلو. انت كنت بتجرب حظك يعني ولا كنت؟ لا كنت يعني شويه في البروفايل بتاعها وعاجبني شكل الناس ما اعرفهاش، يعني لازم اتعرف عليها الاول. دلوقتي ده بيقعد يلاحيت رومانسيه قوي في العربيه، بيبان حقيقته في المرة. يعني كده بجرب. طب انت دخلت الدخله دي وبعت لها وهي ردت؟ طب لو كانت رفضت انها ترد عليك كنت هتعمل ايه؟ ما كانش زماني اعرفه خلاص تقريبا. يا لهوي. تخيل. بتقول يا لهوي. كانش زماني انا اعرف بعد لما كنت شفت المسج اصلا. خلاص كده. هو النصيب بقى. نصيب الصراحه. سبحان الله. طب انت بعد ما عملتي الفيديوز اللي انت قلتيها وكملتي السوشيال ميديا، حطيتي بقى بداتي اكيد تحطي بلان وهدف عايزه توصلي له وحاجات عايزه تعمليها من السوشيال ميديا، ايه الحاجات دي؟ انا في الاول خالص كان هدفي عبيط جدا بقى، ان انا عايزه بس حد يكتشفني عشان امثل بس. بعدين هو ستيل هدفي، بس بقيت لا عايزه استخدم السوشيال ميديا ان انا ربنا اداني جيفت ان انا عندي فري بلاتفورم، مش محتاجه مخرج يقيدني، مش محتاجه حد يكتب لي سكريبت، انا بعمل كل حاجه بنفسي. فبقى هدفي ان انا اعمل فيديوهات توعويه اكتر، اوصل للناس اكتر.
كل فيديو بعمله بيجو فايرل وبيأثر مع الناس، لان انا بعمل حاجات توعويه، حاجات جد وسط الكوميدي يعني. ببقى عايزه اللي هو المره الجايه انا عايزه اوصل لهم اكتر، المره الجايه عايزه يعني الناس مثلا تبقى مشتركه جوه الموضوع اكتر، لان هم كلهم بيقولوا احنا مرينا بده. فبقعد بقى ادور جوه كل حد كده، انتوا ايه الموضوع مثلا ممكن يكون مضايقكم مش بتكلموا عنه، عشان اعمل عنه فيديو يعني. اوكي، برافو عليكي. بصي، هو الهدف ده لوحده يعني، الهدف اللي انت بتتكلمي عنه ده ينجحك، اللي هو انت هدفك ان انت توصلي للناس وان انت توعيهم بشكل معين. مش شرط كل حاجه، دايما مش كل الناس بتفهم يعني ايه صانع محتوى، انه طالع يقول اي كلام. لا، انا شفت لك فيديوهات بجد، انت ممكن بكلمه او بحاجه تاثري في حد. فده قدام بقى كمان لما يبقى عندك قاعدة كبيرة جدا هتبقي شخص مؤثر، وده الهدف من السوشيال ميديا. يعني ما جالكيش طيب لغاية دلوقتي اي عروض تمثيل؟ لا يعني كانت بتبقى اعلانات كده، يعني اعلانات في التلفزيون ساعات بقى تنفع ساعات ما تنفعش، mostly most of the time يعني مش بتنفع. يعني كنت بحسب الموضوع هيبقى اسهل، بس لا يعني الموضوع صعب قوي تاني. بس انا شفتها وهي بتمثل، على فكره شفت لها كام فيديو بتمثل، ما هي بتمثل، هي بتمثل حلو قوي. لا انت الفيديوهات اللي بتعمليها لوحدك دي تقطيع والعياط وكده، لا يعني ممثله. وبعدين دي جرأة منها ان هي تعمل فيديوز دي. يعني انت عارفه انا كده كده الشق بتاعي بتاع السوشيال ميديا، انا مع اني بطلع بطبيعتي واتكلم، بس انا ما اقدرش اطلع اعمل ده. اخاف حد يتريق عليا، اخاف حد مش عارفه ايه، لسه بخاف من الحته دي. فراس، احنا هنرجع نتكلم معاك عن شويه حاجات، بس هنطلع فاصل سريع وهنكمل مع حضراتكم. ورجعنا لكم تاني ومكملين كلامنا مع كنزي وفراس. طب سؤال كده هساله لك، يعني ايه صغنن كده، يلا بينا. ممكن في يوم من الايام تيجي تقول لكنزي يا كنزي كفايه سوشيال ميديا، ولو سمحتي كفايه بقى وركزي في البيت ومش عايزين الكلام ده؟ ثانيه واحده. ايوه، اللي انت هتقوله ده هيفضل طول العمر موجود في كل حته، في اي كذب من اي نوع. لا لا لا، البنت دي هتكلمني وهطلع لك الفيديو ده. تمام، بس لا الصراحه لا، مش هقول لها توقف، لان اول حاجه طبعا انا مش مقتنع ان هي اتعلمت كل التعليم ده واتبهدلت كل ده عشان ما تعملش حاجه مفيده في حياتها. اوكي، دي اول حاجه. تاني حاجه، ده شغلها وحياتها، يعني كفايه يعني اقل حاجه يعني كفايه ان هي شغلها ده من البيت وجنبي، فعاوز ايه تاني؟ بس الست عايزه تمثل، عايزه تمثل عادي، ما هبقى سبورت معاها طبيعي يعني. يعني هتقعد في حاجه مثلا 18 ساعه ماشي، ما انا هبقى اكيد مش هسيبها لوحدها. وشغلك بقى هنعمل ما لا ما انا عشان كده بعمل شغل حر مع نفسي، مش شغال في شركه، عشان اعرف يعني انا اللي هو ايه مضحي بحاجات ثانيه عشان اعرف سبورت معاه، بس في نفس الوقت انا شغلي مع نفسي لوحدي في حته ثانيه. احنا عايزين فراس يكلمنا برضو. كلمنا فراس، انت بتعمل ايه في حياتك، شغلك ايه؟ انا مهندس مدني اصلا، بعمل بادئ اعمل كده شغل تشطيبات بسيط يعني بس، وبيرسونال ترينر. حلو قوي، بيرسونال ترينر. وسيرتيفايد نيوتريشن اكسبيرت. كل الحاجات. طب ايه بيمانس كل حاجه عشان انا بضيق معاك، احنا غلابه. بس هو من بعد الجيش بقى اللي هو ايه، خلصت بقى قعدت كده في البيت ما اتمرنتش، عشان كده خلاص شويه كله راح، بس يعني هيرجع كل ده ان شاء الله الفتره اللي جايه. في حاجه مهمه قوي 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 اي ست بتحتاجها، وهو الدعم من البارتنر او شريك حياتها. سواء كانت الست دي بتلعب رياضه، بتقدم كونتنت على السوشيال ميديا، ممثله، تقول ايه لاي راجل ازاي يقدر يقدم الدعم ده من غير ما يحس ان ده بيمس رجولته وانا والبيت لا يا ملهاش علاقه. ما انا واحد من الناس يعني، طبعا الكلام ده ممكن يبقى كليشيه شويه، بس انا بقتدي بالرسول. الرسول كان بيعامل مراتاته باحسن طريقه ودايما بيسبورتهم في كل حاجه، فمش هيجي الرسول عليه الصلاه والسلام يعمل كده واحنا ما نعملش كده. صح، ده الطبيعي، ده شكله زوج صالح غالبا. بس فان انا سبورتر في حاجه وقدام عيني، ولو في حاجه انا شايف ان هي هتاذيها ولا لا ما تعملهاش. بس لكن لو حاجه ما فيهاش ضرر وبالعكس فيها فايده ليها، لا انا معاك. هايل هايل يا استاذه امير، صمت في الليست. يعني كلام، عارفه كلام تحس الواحد عايز يقعد يفكر فيه كده. يا ربي هل الراجل ده صادق ولا مش صادق. عايزه لسه، اصل فتره الخطوبه دي بيبقى فيه لا ما بقى سبع سنين، بقول لك خلاص سبع سنين شفنا كل حاجه، شاف النكد وشاف وش الحقيقي. بصي انا طالما شفتكم شبه بعض خلاص انا اطمنت كده ان انت كنزي بتقدمي على السوشيال ميديا محتوى بيدعم نفسيه. انت شخصيا ما تعرضتيش بوجودك على السوشيال ميديا لاي ضغوطات نفسيه من الناس؟ ما حدش تنمر، قال لك حاجه وحشه؟ احكي لنا بقى. لا يعني جالي بسبب السوشيال ميديا انهيار عصبي، جالي منتل بريك داون، دخلت المستشفى ورحت للدكتور وعملت يعني، مع اني كنت خلاص انا اتعالجت وبطلت اروح للدكتور، لان كان عندي قبل كده او سي دي ادى لديبرشن. جالي بقى حاجه تانية خالص، جالي منتل بريك داون بقى وانكزايتي اللي هو قلق بسبب الكومنتات اللي بشوفها، بسبب ان هما مثلا في جروبات معينه للبنات
ما بيعملوش حاجه غير ان هو بياخدوا حياه اي حد اون سوشيال ميديا يحللوه بقى طبعاً اللي هو دي كدابه انت عارفه الجروبات دي دي فلانه يبقى الواحد مثلا بيقول والله ما اعرفش والله الواحد ما بيقول حاجه من كل قلبه وحاجه فعلا حقيقيه تلاقيهم مثلا اخذين سكرين شوت 200 300 بنت بتحلل بقى ان الشخص ده كذاب وما يستاهلش ومش عارفه وان هي عارفه شخصيتك وان هي متاكده منها فده بيوجع اكتر من تلاقي مثلا ولاد 12 13 سنه بيحاولوا ان هم يستلطفوا ان هم مثلا يشتموكي شتيمه وحشه بس لا توجع اكتر ما تلاقي بنات تحسيهم شبهك وبيجادج كل حاجه مع بالظبط انا ما بفهمش بنت تطلع تخبط في بنت يعني احنا يعني انا مره كتبت لهم قلت لهم بصوا انا قضيت اخر سنه بعمل كل حاجه عشان اسبورت الست اللي زيي في الاخر اشوف الحاجات دي فلا يعني اي حاجه حتى في راسي اعملي اي حاجه لطيفه دول مدعين فقلت لهم يا جماعه احنا بقالنا 7 سنين دي معاملته معايا انا ما بعملش حاجه ده انا ببين ربع اللي في راسي بيعمله لي كويس عشان ما حدش يفتكر ان انا بالظبط فاللي هو مثلا يهزر معايا يعمل حاجه دي مدعية تعمل كده عشان الريتش تعمل كده عشان مش عارفه ايه بتشوفي ده ازاي يعني انا بصراحه ما بشوف بنت كمان بتكسر في بنت زيها يا جماعه احنا المفروض كلنا نبقى متكاتفين انت عارفه هم فتره كنت بشوف شتيمه علشان في في فتره كنت بشوف شتيمه علشان بس في فتره لقيت الصفحات كلها تشكر فيا فبقول هو احنا كرهناه عشان بتشكروا فيها كل ده اللي هو طب ليه تكره حد عشان غيره طب دي غيره طيب مش عارفه يعني بقى بصي هقول لك على حاجه برضو تو بي اونست انا ما بتضايقش من الناس دي يعني لانه برضو انا ساعات بيجي لي مسجات معينه انا براعي ان كل واحد فينا طالع من تربيه معينه من بيئه معينه من ظروف معينه هو قاعد شايف يا كنزي اللي انت بتعمليه من ورا الموبايل هو مثلا مش عارف ديورنج اليوم بتاعك ايه اللي حصل الناس ظروفها صعبه برضو خلونا نقول ده مش مبرر اكيد 100% يعني انا معاكي جدا ان انت تراعي اللي قدامك بس ما هو انت قاعد في مكانك بتعمل ايه اصلا علشان تقعد تخبط في الناس وما يعرفش اثر الكلمه دي ممكن تبقى ازاي نفسيا على واحده بتقول لك جالها ديبرشن وتعالجت ليه انت بقى لازم نصيحه بقى يبقى عندك صلابه نفسيه مهمه قوي خلاص نشوف الصوره دي يا حبايبي ده انت صغيرين قوي ازاي تزيعوا حاجه زي دي يا نهار اسود ايه ده ما شاء الله من 2017 انتوا كنتوا مختلفين انتوا اثنين تانيين كنا زدنا كل واحد زاد فينا 50 كيلو في العلاقه انا كنت هنا مثلا بتاع 67 كيلو انا كنت 45 كيلو كنت 45 45 ده مفيش يعني بس انتوا لا بس انتوا احلى عندي سوء تغذيه دلوقتي بقيت عندي اوفر تغذيه مش عارفه اوديها فين لا بس انتوا احلى في الزياده يعني في والله في كده لا لا ربنا طبعا يبارك لكم في حياتكم ويسعدكم ما تقعديش تفكري بس يمكن الوقعه اللي حصلت لك دي من الجمهور هي اللي عملت لك دلوقتي زي ما هند بتقول صلابه نفسيه ما انا قلت كده قلت انا شفت الأسوأ عشان خلاص مفيش حاجه بالظبط وكمان هو زي ما بقول لك لما بتفكري انه المتلقي او اللي بيتفرج عليا ده حياته عامله ازاي ومنتاليتي بتاعته عامله ازاي والغيره دي طبيعه في كل البني ادمين انه ليه يعني دي بتعمل ليه دي بقى بتجي لها الجفت مش عارفه الحاجات دي كلها ده طبيعي يعني انا بعذر الناس وفي نفس الوقت مش بعذرهم انا قادره استحمل غيري ممكن ما يبقاش قادر يستحمل فاهماني انتوا الاثنين بتتخانقوا على حاجات ليها علاقه بالسوشيال ميديا السوشيال ميديا نفسها لا ممكن نتخانق مثلا على ايه ابقى انا مثلا مش في المود ان انا اعمل حاجه او بتطلعني من الكومفورت زون بتاعتي اصل انا انتروفيرت شويه تمام بحب اخلي نفسي جوايا كده تبقى قاعده بقى بتشقلب تبقى قاعده فجاه تقوم حاطه الكاميرا في وشي طب واحده واحده ما هي دي فكره ما هي دي ما تعملهاش معايا بس هو ده خناقتنا كلها انه ما تصوريش دلوقتي لا في راس في الاصل هو في راس لو انا مشيت على مزاج ان هو عايز يصور امتى في راس مش هيصور في حياته مش عايز في راس بيحب يقعد في سلام كده لوحده فلازم الراجل في سلام عايز اعمل معاه حاجات فن اصل تبقى حاجات مثلا حاجات هبله اللي هو حاجات مثلا عشان نهاف فن احنا الاثنين مش عشان عايز اعمل محتوى مثلا فهو في راس بقى يبقى كده عايز يسترخي بس مكملين بعض برضه يعني الجنان بتاعك شويه مكمل الهدوء يعني برضه قلت له اعمل لي بروبوزل من اول جديد هنا في المكان كنت مع اصحابي عملت مره قبل كده هو عملت لها يعني بروبوزل على قد زمان يعني لما كنت بقى لسه بقى قلت لها اعمل لي دلوقتي لسه متعرفين بقى وكده دلوقتي بعد 3 سنين خطوبه عايزه بروبوزل تاني لا واحنا قاعدين دلوقتي قلت له الحاجه اللي انت يا كنزي تقلي طيب من الفيديوهات التوعيه اللي انت بتعمليها ايه اكتر المواضيع اللي عملتيها وحسيتي انها لمست الناس قوي لما بعمل عن الصحاب يا حاسه الناس كلها اتخزوقت مفيش حد ما اتخزوقش يا قلبي ليه طبعا الصحاب بلاقي كل الناس عندها قصه مفيش حد ما عندوش قصه عن حد بجد اذاه في حياته فكلهم بيريليت بقى بلاقي ناس كبيره بقى مثلا واحده عندها 60 سنه بلاقيها بتريليت واحده عندها مثلا 14 سنه لسه ما شافتش حاجه بتريليت
أزمة الصحاب دي إيه سببها بجد؟ مش يعني عارفة. فعلا يعني بتحصل عاجلا يعني دلوقتي أو قدام، هي بتحصل. أقول لك سببها اللي ماما بتقوله لي. أيوة. ماما بتقول لي أنت على طول بتخشي بقلبك. أيوة. هي كلها دي كمان. أنا بتقول لي إيه بالراحة صاحبي الناس كلها مش لازم نبات مع بعض ونخرج كل يوم. دي حقيقة. دي حقيقة. أنا رجعت لماما من أولى كلية أول يوم معايا أربعة بنعمل شوبينج سوا. اتعرفت على دي ودي صاحبتي ومش عارفه ايه ودي وايه. طبعا رحت بقى خدت بقى ما بتقولي اول يوم. وبعدين مثلا الناس دايما الناس يقولوا بعيدي عن الفلانه دي، وانا اقول لهم لا دي كويسه قوم داخله هي دي اللي انا هعرف اعرف بقى بعد كده ليه بيبعدوا. حلو قوي، حلو قوي انك تبقي بتقدمي حاجه عشتيها. انت حصل لك اي اذى نفسي من حد من صحابك؟ لا 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 ده انا عامه برد بصراحه يعني. لو غير ما تقول والله يا فندم يعني لو حد مثلا حاول يغلس على طب مش هيتضايق لو حد قصدي يأذيه فراس مش هياخد باله ان هو بيأذيه اصلا. هيقعد هاي اصلا يعني هيحصل ايه ولا حاجه. هو واحد صاحبي بس اللي هو يعتبر قريب مني فعلا، ده اللي انا وهو دايما مع بعض. لا مش هقول لا ده بيحب. لا 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 خالص عايز ده صاحبي المشكله ان هو مسافر دلوقتي بس. لكن غير كده انا يعني ماليش صحاب قريبين اللي هو ما ينفعش اقول عليهم بيست فريندز قوي. هم بالظبط 2 3 ماكسيمم. حلو قوي. انا مستفيده قوي. انا فرحات عايز اسالكم سؤال انا مش عايز اساله، هو رئيس تحرير اللي عايز اساله. بيقول لكم ناويين تتجوزوا امتى؟ مصر كلها والله كل ما انا عاوز نتجوز يجي حاجه كده في الحياه. هو عاوز يتجوز يعني يحصل حاجه على فكره. انا خطوبتي خطوبتي كانت كتير زيكم كده. انا قعدت مخطوبه 7 سنين. اهو احنا لسه قدامنا 4 سنين. احنا 3 سنين مخطوبين. 3 لا لسه قدامكم شويه. انا قعدت كتير بس عشان اتخطبت صغيره جدا. انا كمان جدا. وبرده كانت ما كانش فيه الامكانيات برده بتاعت يعني احمد ما كانش عنده الامكانيات اللي هو يبقى في بيت كده. فقعدت بقى كلها ان الواحد برضو بيحاول يعمل كل حاجه بنفسه مش عايز يستقل على اهله كده. لان هو اصلا بقول لهم في ناس بقى بيقعدوا مثلا يقولوا لنا ده انتوا بتستعبطوا انتوا عندكم كل ده. اللي هو لا عندنا كل ده. وفراس لسه اصلا يعني مخلص جيش الخدمه بتاعته من سنه. فهو لسه بقى بيبدا في حياته. فهو عايزين في السنه دي يجيب بقى شقه ويجيب حاجات ويجيب. لا 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 طبعا الدنيا بس فعليه بيستعجلونا احنا مبسوطين. خدوا ماما وبابا خالص بالظبط براحتكم. انت كنت بتقولي ان انت كان عندك او سي دي او وسواس قهري يعني عشان اهلك اتعاملوا ازاي مع ده؟ في الاول كانوا بيتجاهلوه خالص وبعد كده بداوا يكذبوني وبعد كده بداوا بقى يصدقوا. ولما ماما صدقت بعد سنين اكتشفت ان هي كمان عندها او سي دي. اصل هي كانت بتقعد تقول لي عادي ما انا كمان حاسه بكده انت بتقفل عادي ما انا كمان حاسه بكده. فلغايه ما كنت مره عند دكتور قال لها طب تعالي كده تعالي كده يا استاذه ايمان. معلش مين اللي اكتشف ان عندك او سي دي؟ انت ماشي خلاص. لا 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 ايه ده؟ ازاي؟ هو اللي اكتشف. ما عندي صاحبي اللي هو اللي بقول لكم عليه ده عنده او سي دي اصلا. فلقيت نفس التصرفات اللي هو بيعملها هي بتعملها. حلو. بس فقلت لها طب كنز ما انت احتمال يبقى عندك كذا كذا كذا. اللي هي خش اقري عنه كده. مثلا تصرفات شفتها بيبقى مثلا ممكن حاجه معينه تيجي في دماغها مثلا فكره معينه تفضل ثابته في دماغها تقعد تكلمني وتعيط عليها الحاجه دي لا هتحصل. كنز ما فيش حاجه هتحصل عادي لعله خير. لا هيحصل مثلا. هي الفكره بتثبت في الدماغ تعمل لهم بقى توتر. ممكن تقعد شهور مثلا تفكر نفس الفكره. قعدنا مثلا بتاع اول سنتين ده مسلسل بتاع امينه خليل. ليه لا كان اسمه ولا كان بتاع بتاع امينه خليل كان خلي بالك من زيزي. خلي بالك من بس زيزي. كان بيتكلم عن الاي دي اتش دي الاي دي اللي هو الفرط فرط الحركه. وطبعا ناس كتير قوي عندها كانوا يعرفوا منهم اخويا اصلا. فلا المسلسل ده حتى المسلسل ده كان فيه مشهد لما هي راحت تتكلم مع الدكتور كان اول مره ماما تبص لي كده قالت لي طب انت طلعتي اهو ثلاثي مش غلط. ان انا كنت بروح اتكلم مع الدكتور ما فيش غلط ما فيش غلط وما فيش صح فيه ان انا ابقى فاهمه القصه فين. الفكره ان انا اتعامل مع حد فاهم الكيس بتاعتي مش اي حد وخلاص عشان يعرف يطلعني من اللي انا فيه. انا شايفه ان اي حد في الحياه محتاج في فتره ما يروح يتكلم مع دكتور بروفيشنال. صح. وانا شايفه قبل احنا للاسف فقرتنا خلصت بس قبل ما نختم عايزه اقول لكم على حاجه مهمه قوي. ده اهميه السوشيال ميديا الدراما والسينما ان هي تعرف الناس. اجي اقول للناس يا جماعه في حاجه اسمها مرض نفسي اسمه كذا ووعي الناس يمكن ده اللي انت بتعمليه. وانا بحييكي على ان انت بتعملي ده. عايزة الأول أشكركم على وجودكم معايا وأدعي لكم كده ربنا يهدي سركم. بعد عنكم العين على أسامي لعيبة الكرة ده بقى محفظهم لي بجد. معاكي فويس نوت لو تسمعوا هتأكد بعد الفقرة. نورتونا. خلصت فقرتنا لكن حلقتنا لسه ما خلصتش. مكملين معاكم لكن هروح فاصل سريع ونرجع لحضراتكم.